سعد صباحكم جميعا. اليوم الحلقه الثانيه من برنامج فرح، من برنامج فرح الخريج، مقدم من جمعيه المهندسين الميكانيكيين. الان احنا امام الطابق الثالث، طابق العمالقه، طابق الهندسه الميكانيكيه. راح ندخل جوا ونشوف. تفضلوا. في البداية راح نختار واحد من الطلاب اللي لسه ما دخل على المشاريع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباحك. صباحك يا رب. من قبل برنامج فرحة خريج من قبل دائرة الهندسة الميكانيكية بالتعاون مع جمعية المهندسين الميكانيكيين. بسألك أنت كأحد الطلاب، شو شعورك اليوم؟ والله شعوري كأحد الطلاب وزملائي بيتخرجوا شعور أكثر من رائع. جايين طبعا نشارككم في هاي الفرحة. الله يوفقهم يا رب. جميل. انت سنه؟ انا سنه خمسه. يعني معك مشروع؟ والله مش هذا الفصل، تاخرنا يعني. الواحد بصير معي شويه ظروف، بحمل المواد زي ما بتقول. يعني الواحد بيتاخر. مقدم طبعا الفصل، مقدم الفصل الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هيك شكلك حامل مواد كثير كثير كثير. تعدش يعني. الله شو ذاك ان شاء الله. ما ينك على حمل مبارك شكله. والله ظهري زي ما تقول مقوس، شايف؟ شو بدنا نقول؟ والله دكاترة شوي صعبين، شايف؟ زي ما بتقول يعني احنا بندرس نعمل اللي علينا، بس هي شوي اوفر الامتحانات. انت شايف انه شوي مثلا الدكاترة صعبين في الامتحانات، ولا هو ممكن تقصير من الطالب؟ والله اسمع، يعني هو من ناحية تقصير من الطالب الا ما يوجد تقصير من الطالب، بس برضه الدكاترة شايف مرات بتصير بعض الظروف ما براعوش الظروف من مرة، فبكونوا كاسين زيادة علينا. طيب نصيحة للطلاب اللي مخبرين على المشاريع التخرج، كونك أحد الطالب، أحد من الطلاب اللي ظهره تعب عم تعب من الحمال. نصيحتي كعب طلاب للخريجين؟ للخريجين أو للطلاب اللي على مقاعد الدراسة الثانية. والله كواحد من الطلاب يعني أحكي له أهم شيء الحضور والغياب، شايف؟ عشان ما تنزلش 45، وكمان أحكي لهم أنت درس تنجح، فيش يعني دكتور بظلم طالب في النهاية. طبعا شيء أكيد. شايف؟ ربنا يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله موفق، مشكور مشكور جدا. طبعا معنا هون بنت، معنا بنت صغيرة حلوة هوني. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك أنت يا حلوة؟ ملك. ملك إيش؟ ملك عبد المرور. ليش جاي عنا اليوم؟ عشان أشوف المخرجين. تشوف مين؟ خريجين. الخريجين يا عيني. وقت إيش بدك تتخرج أنت؟ مطول السنة. يلا إن شاء الله إن شاء الله تكبري ونشوفك خريجة إن شاء الله. أبو عواد، أستاذ صباحة. صباح الورد. هلا. شو شعورك؟ شعوري مش عارف، في شوية ارتباك، بس يعني مبسوط على الأقل، يعني رح نخلص أهم مرحلة يعني في الحياة حاليا. رح تعتق اليوم خلاص. إن شاء الله، بس ما حدش يطفي لنا الضوء. لا تخاف، مش حد يطفي. إذا ضاء أنت نورك كفي نور الشباب. تسلم حبيبي، إن شاء الله خير. مين رح نناقشك اليوم؟ الدكتور زهير وزوز والدكتور زهدي سلهب. زهدي سلهب، كيف شعورك تجاههم؟ يعني في حماس؟ لا شعورنا منيح أكيد تجاههم، أصدقائنا يعني من أحسن الأساتذة، يعني إحنا محظوظين إنهم رح يناقشونا يعني. إن شاء الله. شو عنوان مشروعك؟ The potential of using concentrated solar power in plastic industry، يعني بالعربي أو باللغة العامية استبدال الكهرباء اللي بيستخدموها في الأحمال الحرارية في مصانع البلاستيك بالطاقة الشمسية بشكل مباشر، حرارة مباشرة بدون تحويلها لكهرباء، من دون مش خلايا شمسية، مرايا لتسخين زيت. يعني راح يكون مشروع هو عبارة عن مش نظري، راح يكون لا النظري عبارة عن دراسة الجدوى وعمل سيميوليشن. ماشي، مشكور. يعني دراسة جدوى اقتصادية. مين معك في المشروع؟ إبراهيم عليان ونخلة مخلوف. ما شاء الله، برضه في الشرايك محظوظ الحمد لله، والمشرف برضه محظوظين، دكتور حسين عمر بنشكره بالأساس. مشكور يعني مشكور، موفقين إن شاء الله. كان قدوة لنا أكيد. نشوف واحد من الأهالي يقول السلام عليكم. السلام عليكم. العافية خالتي. الله يعافيك. صباحك. الله يرضى عنك يا رب. الله يسعدك. طالبة أحد الخريجين اليوم. أنا والدة مؤمن. والدة مؤمن عمري. أهلا وسهلا، شرفتني. الله يحفظك. الله يجزيك. شو شعورك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله ربنا إن شاء الله يا رب يفرح الجميع، يحميهم الشباب. كلمة بتوجهيها لمؤمن كابنك، واعتبار كأنه جميع دائرة الهندسة الميكانيكية أولادك. تفضلي. أسأل الله أن ينفعه بما علمه، وأن يعلمه ما ينفعه، وأن يكون ذخر للأمة، ويخدم وطنه، يخدم أبناء بلده بالعلم اللي تعلمه، ويرد جميل لهذا الوطن
معلمي المعلمين اللي علموا ويكون سند لإخوان وزملائه إن شاء الله المستقبل. إن شاء الله بإذن الله. كلمة ذهبية بتقدمها الأم أم مؤمن تعامري لجميع الطلاب بغض النظر سواء كانوا طلاب هندسة ميكانيكية أو طلاب هندسة بشكل عام أو أي طالب في جميع أنحاء العالم. كلمة ذهبية جدا جدا مشكورة مشكورة جدا أم مؤمن. الله يحفظك خالتي، الله يحفظك ويحميكم وشاكرة لكم، وإن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا ومن تفوق لتفوق جميع الطلاب يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا سند وذخر لهذا الوطن بإذن الله. مشكورة مشكورة. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلمان كيف صحتك يا حاج؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يسعدك. انت احد ولد الطالب هون ولا؟ نعم. مين الطالب؟ عبد الهادي القواسمي. عبد الهادي القواسمي، يا اهلا وسهلا. كيف شعورك اليوم؟ ان شاء الله متحمس انه ابنك راح يتخرج اليوم ونهايه 5 سنين متعبه طبعا اكيد عليه كانت، وشعورك يعني؟ هو الواحد يا ابني الله يخليك، يعني انا جربت الحياه كلها، نجحت وبنيت واشتريت اراضي ورحت وجيت ولفيت، لم اجد احلى من نجاح الابلال طبعا. شيء اكيد يعني ما الشعور لا يوصف، نجاح الابناء شعور لا يوصف الحمد لله. فقط يعني من الاخر باختصار شديد. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعل ذكر لها. الله يخليك. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. مشكور. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور استاذ. تعال نشوف الشاب هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. يسعدك. أحد الطلاب ولا أحد الجميع؟ أحد الطلاب. أي سنة؟ سنة أولى. سنة أولى يعني سنة أكثر فوق. من السهل سنة. يا أهلا وسهلا. ميكانيك ولا شو؟ إيه ميكانيك. كيف شعورك؟ شو شعورك اليوم إنه في طلاب منهم بتخرجوا وأنت ساعة سنة أولى؟ بتحسر. بتحسر. مشوار طويل. ساعة مشوارك طويل طويل. أنت قبل دارة الهندسة الميكانيكية، شو السبب اللي خلاك تختار دارة الهندسة الميكانيكية؟ يعني سؤال. شو السبب اللي خلاك تختار دارة الهندسة الميكانيكية؟ هندسة جميلة رائعة، يعني تفتح شعور إن الواحد الميكانيكي إنه يوسع أفكاره بمستوى عالي. أشياء زي هيك. ميكانيك مكسر سيارات. تكييف تبريد. تكييف تبريد. حلو جميل جدا. العافية مشكور. السلام عليكم. طبعا توأم الدائرة المعروفين اللي مش حد بيعرفهم، أو خلينا نصير خليكم تعرفوهم. الشاب هذا. سيرنا بدهم يعرفوه. كيف صحتك؟ والله تمام الحمد. شو أخبارك؟ والله تمام. إن شاء الله تمام. 100%. شو شعورك بعد اليوم إنه أنت طالب مقدم على مقدمة مشروع؟ والله شعور حلو، يعني نهاية 4.5 سنين يعني بدها حلو تعب يعني. هل شوف تعب. هل أخوه بشارك الرأي وبكون شعور حلو ولا مش شعور حلو؟ نفس الجواب شعور حلو. شعور حلو. وكيف تحضرات الفصل الجاي إن شاء الله؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. بنحضر إن شاء الله. الله يوفق. عندكم أفكار إيش للفصل الجاي شو راح يسوون؟ لسه. مش جاهز. شغالين على الموضوع يعني. كلمة بتوجهها للطلاب كطلاب من سنة رابعة مقبلين على سنة خامسة، كنصيحة؟ ادرس واتعب عشان آخر شيء تاخذ حصادك يعني. تفرح أهلك. كلمة؟ يعني جهود هذه 4 سنوات الواحد لازم يعني يستعد لها ويكون هيك. مشكورين مشكورين. يعطيكم العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. حياك الله. والد أحد الطلاب هون؟ نعم. والد أحد الطلاب؟ نعم. والد أحد الطلاب محمد أبو سرحان. محمد أبو سرحان. نعم. خليك يا الله يسلمك. كيف شعورك اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، شعورنا مغمور بالفرحة وبالبارك لكل الشباب اللي تخرجوا واللي بدهم يتخرجوا إن شاء الله. نتمنى لهم التقدم والازدهار إن شاء الله. كلمة توجهها للطلاب في هذا اليوم بمناسبة مناقشة المشاريع. كلمة للطلاب، أنا بشجع الطلاب إنهم يكملوا الماجستير ويكملوا الدكتوراه والدراسات العليا من أجل بناء الوطن إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مشكور. مشكور. بارك الله فيك. شكرا لك. حياك الله. طبعا الطالب بيتحرك بشكل مش طبيعي، عمال بدور لحتى نزرق منها نحاول نعدي. هون في احد الطلاب اللي بيحاولوا يتدربوا. تعال نفاجئهم. السلام عليكم. مساء الصباح شباب. كيف انتم؟ الحمد لله. ذهب كطلاب عمالكم بتحضروا لتقدموا مشروع تخرجكم، كيف الصحه؟ كيف الهمه؟ الهمه ذهب حديد. حديد ميكانيك يا عمي. ان شاء الله. If you are a mechanical engineer, never give up. Never, yeah. Never give up. Forever. I had about you. أنا مكيف. بدنا نخلص يا زلمة. والله بدنا نخلص. بدنا شدة. شباب كلمة.
والله ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الخريجين اليوم ان شاء الله وبعد عندكم يعني انتم قبل الخريجين الله يسعدك. كاحد الطلاب بالتسهيل كمان شوي يعني بدك تنعتق من بالتسهيل ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. خليكم هون واحد قاعد من الطلاب الثاني قاعدين بتدربوا. السلام عليكم. كطالب عمالك قاعد بتحضر لمشروعك كمان شوي شو شعورك؟ توتر. بس توتر؟ هو بس توتر يعني كل شيء. مين راح يناقشك؟ دكتور اسحاق سدير والمهندس كاظم العسيلي والمهندس محمد عوض. الله موضوعك صبابة يعني ألف ألف ألف. كيف شعورك يعني متحمس للمشروع؟ يعني آخر شيء في الجامعة يعني نهاية وختام وحصاد وانت فاهم كيف. يا سيدي موفق ان شاء الله. حبيبي الله يكتب لك الخير ويسهل عليك ان شاء الله. الله يوفقك باذن الله. مين شريكك في المشروع؟ ادهم لطايف ومحمد رياضي. هلا ايش كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. شو شعورك اليوم؟ يعني الحمد لله يعني فرحه بتنعطاش لحدا. انجاز 5 سنين هيرا بدنا نخلصه ان شاء الله. بعد الحياه هاي بنبلش بحياه ثانيه وإن شاء الله خير نتفائل خير إن شاء الله إن شاء الله. نشوف زميلك كيف حياتك؟ الحمد لله. اسم مشروعك كان؟ مشروعنا هو عبارة عن ديزاين اوف ميكانيكال سيستم فور بنسينا سبيشاليست هوسبيتال اللي هو تصميم الأنظمة الميكانيكية كافة لمستشفى بنسينا الموجود في جنين. حلو جميل. هلا هذا المشروع ممكن كيف راح يفيد المستشفى؟ المشروع عبارة عن إنه أي نظام عندي في يعني أي نظام بنائي عندي بدك أنت تعمل له اللي هو كافة الأنظمة بشكل متقن. لو قمنا باستخدام أفضل الأنظمة مثلا في نظام الأج فاك سيستم قمنا باستخدام نظام الفي آر إف لعدة مزايا موجودة فيه. فالمميز في المستشفى هو إنك تستخدم الأنظمة اللي بتناسب المستشفى بحيث تكلفة أقل واستخدام أفضل. وهذا الإشي اللي كان مميز في مشروعنا إنه إحنا عملنا على اختيار أو التعرف على أفضل الأنظمة في استخدامها وخصوصا الأنظمة الحديثة مثل نظام الفي آر إف سيستم. إن شاء الله خير. كيف كان شعورك خلال الفصول السابقة للمشروع؟ كيف كانت المواد معك؟ سهلة صعبة؟ حملت إشي مواد؟ خربت إشي؟ تواطأت إشي؟ الله يشوف. هو كان خليط من كل شيء يعني بتقدر تقول كان في مواد صعبة في كان مواد جدا سلسة في مواد في صعوبة الواحد طلع منها بس الحمد لله كل شيء كان تمام. مشكور مشكور. الله يسعدك. شوف عندنا مشكلة كلمة للشباب كلمة. شو شعورك هلا؟ الله يعطيك العافية الشباب وقبال انتم جميعا ان شاء الله. شو شعورك بهاللحظة؟ الحمد لله رب العالمين يعني فرحة لا توصف. شو شعورك وانت بتتبهدل فوق؟ والله ألم ألم يعطيك العافية.